طيف إبداع ارتسم على وجه الحرم الجامعي بتعز في المهرجان الإعلامي والفني السنوي الذي أقامته كلية الآداب بالتنسيق مع الإدارة العامة للأنشطة. تاريخ تعز عناءها أوجاعا كتبها التاريخ ووثقها الإعلام ونقش تفاصيلها رساما من طلاب الجامعة بمحاولته وزملائه في منافسة معلنة إيصال رسالة المدينة وإبراز خياله الواسع واحتراف أنامل صادقت الريشة وأتقنت دمج الألوان. تحت شعار تعز تتعافى، جامعة تعز أبرزت مواهب وطاقات لم تكن موجودة في فترة سابقة بسبب الحرب وما وصلنا إليه. نحن في هذه الفعاليات أظهرنا المهارات التي تعزز مكانة الطالب بالإضافة إلى الإضافة العلمية، الآن ستظهر المهارة، هذا ما وجدناه. حظي المهرجان بمشاركات الطلاب بعدد من الأفلام التي تجسد معاناة تعز من جهة ووضع الجامعة بعد الحرب من جهة أخرى، كما تضمن معرضا للفنون التشكيلية ومسابقات في الأدب العربي وفنون الغناء والإنشاد والتمثيل. شاركت بفيلم قيود، وهذا الفيلم كان يتكلم عن نقص الإمكانيات في الجامعة. نحن كطلاب في الجامعة ليس لدينا أي إمكانيات هنا، لا استوديو لا قاعات. نحن الآن ندرس بالعلوم التطبيقية، كمان الكاميرات الحاجات هذه حاجات غالية، مش كلنا نقدر إن نحن نكون معانا هذه الإمكانيات. يولد الإبداع من رحم المعاناة، هكذا قيل قديما، وهذا ما برز في مهرجان أعاد للجامعة ألقها لتعج الحياة العلمية بالإبداع في سباق اللون والصوت والصورة. سيطرت تعز على المهرجان وقلوب المشاركين وإبداعاتهم، فهي عنوان حياة بالنسبة إليهم. عبد العزيز الضبحاني من شباب تعز.